بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بولادي بناتي جماعة الدوزياماني علوم تجريبية تقني رياضي ورياضي. سوف ننطلق أبنائي في سلسلة المراجعة الشاملة لاختبار الفصل الأخير في مادة الرياضيات. إذا سوف ننطلق بالجزء الأول اللي هو المتتالي، لأن الكثير راه درسها وجههم في الاختبار. تبعوا بولادي معايا، حيث قال إلى الآن متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، حدها الأول إي صفر وأساسها كي، حيث إي صفر يساوي لنا 3، وعندنا هذه العلاقة اللي هي إي واحد في إي ثلاثة تساوي لنا 144. قال أحسب إي اثنان ثم الأساس كي، ثانيا قال أكتب إي لآن بدلالة آن اللي هي عبارة الحد العام. قال بين أن العدد 96 حدا من الحدود المتتالية إي لآن ثم عين رتبته. ثم رابعا قال بين أن المتتالية إي لآن متزايدة تماما. خامسا قال احسب قيمة الحد الخامس للمتتالية إلى آن. سادسا قال من أجل كل عدد طبيعي آن نضع أس آن يساوي لنا إي صفر زائد إي واحد إلى غاية إي آن، يعني لما نلقاو هذا النقط يعني حتى لإي آن. قال بين أن أس آن يساوي لنا 3 في قوس 2 أس آن زائد 1 ناقص 1. باقى العين من العدد الطبيعي آن حتى يكون أس آن يساوي لنا 381، مع ملاحظة هنا أنه 2 أس 7 تساوي لنا 128. أروح جولادي نحاولوا نطلقوا، واللي راه يعاني من المتتاليات راني ندير لكم الدرس ملخص شامل في المتتاليات للثانية ثانوي، غير كما حقيته رائع، يعني يعطيك أهم الأشياء اللي تحتاجها. إذا ننطلق بالسؤال الأول اللي هو حساب إي لي 2. لاحظوا هنا قال إي لي المتتالية هندسية حدودها موجبة، معناه ممكن راح نصيبو زوج ندو الموجب والسالب نرفضو. قال لاحظوا معايا عطاونا اي صفر شحال يساوي، عطاونا اي صفر يساوي لنا 3، وقالوا لنا عندنا علاقة انه اي واحد في اي 3 يساوي لنا ماذا 144، ولدينا انه اي واحد عفوا اي واحد في اي 3 يساوي لنا 144. نذكر ولادي ان قريته في الدرس اللي هو الوسط الهندسي. واش يقول الوسط الهندسي؟ شوفوا لدي الوسط، اذا عندنا شيء اسمه الوسط الهندسي. الوسط الهندسي يقول الطرفان في الطرفان يعطينا مربع الوسطاني. ما معناه؟ قلت انه ا وبي وسي ثلاث حدود متتابعه لمتتاليه هندسيه، فان ا ضرب سي يساوي لنا بي مربع. كذلك هنا عندنا انه اي واحد في اي، لاحظوا معايا في اي 3 يساوي لنا اي 2 مربع. شوفوا كاين هنا عندنا ا وبي وسي، هذا في ذا يساوي لنا ذا مربع. كذلك هنا عندنا اي 1 واي 2 واي 3، فان اي 1 في اي 3 شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا اي 2 مربع. الطرفان في الطرفان يعطونا مربع الوسطاني. وقريت الوسط الحسابي الطرفاني زائد الطرفاني يعطونا زوج مرات من الوسطاني. هذاك حسابي، والهندسي لا نتعاملوا بالجداء. ا في سي يساوي لنا بي مربع، او اي واحد في اي 3 يساوي لنا اي 2 مربع، او مثلا اي 3 واي 4 واي 5، فان اي 3 في اي 5 يساوي لنا اي 4 مربع. اشفوا عليهم مليح، هذا اللي يسموه الوسط الهندسي. اروح لجولادي الان، لاحظوا واحد الحاجه هنا، انه عندنا اي واحد في اي 3 شحال يساوي؟ 144. نجيب هذه ولادي، هذه ونحطها وين؟ نحطها في المكان هنا. شحال تصبح لكم؟ تصبح لنا 144 يساوي لنا واش؟ يساوي لنا اي 2 مربع. ركزوا معايا غير بالاقل. شوفوا نحيت هذا وجبت 144 تساوي لنا اي 2 مربع، فان اي 2 واحد يساوي لنا جذر 144، أو إي 2 2 يساوي لنا ناقص جذر 144، لأن قريتو أي حاجة مربعة تساوي الجذر تاعها أو ناقص الجذر تاعها. هذه تعطينا 12 وهذه تعطينا ناقص 12. وين هي اللي مقبولة يا شاطرين؟ هيا يا ولادي تشوف. قال إي لي أن متتالية هندسية حدودها موجبة تماما، يعني هذا مرفوض. علاه أستاذ مرفوض؟ أن حدودها موجبة تماما، وهذا راه سالب تماما. إذا يولي لنا إي 2 شحال يساوي؟ يساوي لنا إف 12. أما هذه ناقص 12 ما نحتاجوهاش،
لأن ولادي حدودها موجبة تماما. خلاص، لو قال حدودها سالبة حاجة واحدة أخرى، لكن حدها إذا حدودها موجبة هذا نرفضوه وهذا ندوه. خلاص، دركا واش لقينا الولاد؟ سمعوا لي معايا مليح، رانا صبنا اثنين، إذا صبحت لنا اثنين يساوينا 12، و اي صفر يساوينا شحال؟ 3. أيوا دركا أظن يعني الأمور وضحت. خلاص إن شاء الله راكم فهمتوا الفكرة اللي حسبت بها اثنين الوسط الهندسي. وشوفوها مليح 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 الولد هذا راكم تشوفوا فيه بان فيكم راه التمرين التقريب تاع باك، جا في احد البكالوريات وهو يجي في الدوزيام اني صح. بعدها قال لي ثم الاساس حساب كي. اروح يا ولادي الان عندكم عباره الحد العام لازم تكونوا حافظينها الولاد، راني دايرها لكم في ذاك الملخص. عندنا اي ان يساوي لنا اي بي في كي قوه ان ناقص بي، اعطيها لكم الاستاذ صح ولادي. تبعوا معايا واش تقول القاعده، تقول الدليل الكبير نحطه هنا والدليل الصغير هنا. ما معنى ها هو عندي اي 2 وهاو اي 0، عندنا زوج برك اللي نعرفهم اي 2 واي 0. تولينا هنا نعوضوا ب 2 وهنا ب 2، تبقى لي هنا اي 0 نعوضوا هنا ب 0 ونعوضوا هنا ب 0. يا استاذ ما فهمتش، حنا شحال عندنا من حد نعرفوه؟ عندنا زوج اي 2 واي 0، كيفاش نربط بيناتهم؟ نربط بيناتهم بالعلاقه تاع اي ان يساوي اي بي في كي هو ان ناقص بي. الان اللي يجي هنا لازم الدليل الكبير ماشي القيمه، الدليل الكبير يجينا هنا وهنا، الدليل الصغير يجينا هنا وهنا. صباح لنا هذه شحال قيمتها؟ هي اي 12 يساوي اي، شوفوا هذه ولادي نعوضها هنا وهذه نعوضها هنا، شو تصبح لكم؟ سوينا 3 في كي مربع ناقص صفر هي كي مربع. شوفوا معايا ولادي، نقسم من على 3 ونقسم من على 3، هذه ديجا تروح من شحال ترجع لكم؟ ترجع لنا 4 يساوي لنا كي مربع. ايه صح ايوا، ومنه كي 1 يساوي لنا جذر 4 اللي هو 2، وكي 2 يساوي لنا ناقص جذر 4 اللي هو ناقص 2 مرة فوض. على يا استاذ حدودها موجبة، سما الحدود الموجبة لازم الاساس تاعها ما يكونش سالب. خلاص اذا ولينا هذا هو المقبول، ومنه كي يساوي لنا شحال؟ ها هو يساوي لنا، ولازم تتعلموا التمارين من هذا النوع كي يعطينا حد هنا وحد هنا نربطهم بعبارة الحد الآن. تعلموا هذه الأشياء أهلاً. خلاص واش لقينا؟ إذا اي صفر يساوي لنا 3 وكي يساوي لنا 2. خلاص درك التمرين نحل المتتالية إذا علم أساسها وحدها الأول خلاص. الآن السمج الأول هو اللي شوية صعيب صح، لازم تتعلموا لأن قلت لكم راهم يجوا في الباك هذه الأشياء. قال لي ثانيا كتابة اي ان بدلالة ان، يعني عبارة الحد العام. عندنا احنا اي ان يساوي لنا اي بي في كي قوة ناقص بي، هنايا في منين راهي منطلقة المتتالية تاعي؟ من اي صفر. شو نوصيكم برك اي صفر، شوفوا الولاد نحو هذه ونحطو هنا صفر، ونحو هذه ونحطو هنا صفر، شنو تصبح لنا؟ تصبح لنا اي ان يساوي لنا اي صفر، ها هي قيمته اللي هي 3 في الاساس شعال هو 2 ان ناقص صفر هو ان، تولينا اس ان. وبلاكي كاين جماعه الاولاد يروحوا يخلطوا يديرون واحد الحاجه يقلبوها 6 اس ان، لا لا يا الاولاد، هذا الاس تاعو واحد وهذا الاس تاعو ان، ما يدخلوش على بعضهم بعض الا في حاله 3 اس ان في 2 اس ان تعطيكم 6 اس ان، اذا كان عندنا نفس الاساس الاس. اشفوا عليها مليح صح. هذه هي عبارة الحد العام، يسموها عبارة الحد العام، اشفوا عليها مليح، مجرد قوانين نطبق. بعدها قال لي بين أن العدد. ثالثا البرهان أن العدد شحال العدد؟ 96 حدا، عفوا حدا من حدود إلي أن متتالية إلي أن. هنا دائما نوصيكم لما يجي هذا السؤال مرة يقول هكذا يقول براهم أنه حد، مرة يقول هل هو حد؟ صح.
كي تسمعوا هذا نقول نقود نحل المعادلة اي لان يساوي لنا 96. ما نتعلموها كي نسد السؤال نقول باللي اي لان تاعي تساوي العدد ونحل لازم نصيب قيمة ان عدد طبيعي. إذا لقيناه ماهوش عدد طبيعي فإنه ليس حد. واش هو العدد الطبيعي؟ هو اللي ما فيش الفاصلة وما فيش الإشارة سالب. صح. أروح لولادي نجيبو هذا درك ولادي نحطوها هنا. أصبح لنا 3 في 2 أس أن يساوي لنا 96. نقسم منا على 3 ومنا على 3. هذه تروح تولي لنا 2 أس أن يساوي لنا شحال؟ هذه لما نقسموها تصبح لنا شحال؟ 32. الان علم واحد الحاجه يا جماعه باللي 32 واشنو هي لو كان تشوفوها مليح. 32 كيفاه ندير باه نعرفها؟ نقبل 32 نقسمها على 2 تعطيني 16، نقسمها على 2 تعطينا 8، نقسمها على 2 تعطينا 4، نقسمها على 2 تعطينا 2، نقسمها على 2 تعطينا 1. تسمى 32 واش هي؟ 1 2 3 4 5، يعني 2 ان يساوي لنا 2 أس 5. واش درت؟ ندير التحليل. كيفاش ندير؟ لازم نحكم بالعدد ونبدا نقسم فيه على هذا، نقسم 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 حتى نصيب 1. ثم نقول 32 واش هي؟ هي 2 في 2 في 2 في 2 في 2 خمس مرات. يتساوى عددان إذا تساوى الأساس مع الأساس والأس مع الأس، يعني أن شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا 5. هل العدد اللي لقيناه في فيرجيلا؟ لا لا. هل فيه ناقص؟ لا لا. إذا واش نقدر نقول؟ نقول هكذا ومنه 96 حدا، عفوا حدا من حدود المتتالية تكون اي ان. نزيد نقرأ السؤال اللي جاورها الأولاد. قالنا ثم عين رتبته. تعيين رتبته. رتبته ولادي لاحظوا معايا مليح، نعلمكم غير حاجة بسيطة. الرتبة تاعنا كيفاش نديرو لها؟ نديرو العدد اللي لقيناه اللي هو 5 ناقص، شوفوا معايا مليح، العدد اللي لقيناه ناقص إيلي صفر. شوفوا الدليل تاع الحد الأول، له حد الأول شو شحال؟ صفر. نقول هذا اللي لقيناه ناقص ذا ونزيدو واحد صدقة من عندنا. دايما هكذا تنحسب، العدد اللي لقيناه ناقص الحد الأول، يا إما تبدا هي من إي واحد يا إي صفر، كيما هنا بدنا من إي صفر. نقول هذا ناقص ذا زايد واحد، دايما نزيدوه، دايما زايد واحد. شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 6. إذا رتبته شحال؟ 6. نروحو نجربوها قدامكم. إي صفر، إي واحد، إي اثنين، إي ثلاثة، إي ربعة، إي خمسة. نروح تشوف عندي شحال كاين؟ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هاي الرتبة تاعنا هي السادسة. هو اي 5 بصح شحال الرتبة تاعو؟ 6. ها نعاود، 1 2 3 4 5 6. شوف هو 5 بصح الرتبة تاعو شحال؟ 6. ان شاء الله راكم فهمتوها. اذا الرتبة تاعو شحال؟ رتبته 6. بعدها الاولاد قال لي بين لي باللي المتتالية تاعي متزايدتها. اذا البرهان ان اي ان متزايدة تماما على مجموعة الأعداد الطبيعية. كيفاش نثبتوها باللي متزايدة تماما؟ حاجة بسيطة، نديرو الفرق، إشارة الفرق. إي آن زايد واحد ناقص إي آن لازم نصيبوه هكذا، وكان قال لي متناقصة تماما لازم نصيبوه أقل تماما. روحو نجربو الأولاد غير بالتي هي. عندي إي آن هاهي، سما إي آن زايد واحد واش هي تصبح لكم؟ شوفوا إي آن زايد واحد، زيدوا لي هنا واحد، زيدوا لي هنا واحد. أصبح لنا إي آن زايد واحد ناقص إي آن يساوي لنا 3 في 2 أس آن زايد واحد ناقص، شوف معايا غير بالعقل، تبعوا معايا الله يرحم والديكم باش تبدو إن شاء الله النقطة كاملة فيها الإختبار. إذا هذا إي آن زايد واحد، كيف عرفتوا؟ زيدوا هنا واحد وزيدوا هنا واحد، ناقص إي آن، ها هي لنا قيمة إي آن، ناقص 3 في 2 أس آن. هذه اي ان زايد واحد وهذه اي ان. واش رايكم ولادي؟ ركزوا، نخرج، شوفوا واش رايح نخرجه هنا، راح نفركتها. 3 في 2 اس ان في 2 ناقص 3 في 2 اس ان. استاذ ما فهمتش، لازم تعرفوا باللي كيكون عندنا عدد
قوة تاعو مجموعة، إذا كان عندي أ قوة إكس زائد واش؟ زائد إيكغاك، يساوي لنا أ قوة إكس في أ قوة إيكغاك. هذا الخواص اللي ما عرفتهمش في الباك راح تدفعوا الثمن غالي العام الجاي. خلاص، يعني هذه أ 2 أس أن زائد واحد هي 2 أس أن في 2 أس واحد. صح، واش رايكم نخرج؟ هذا وهذا عامل مشترك، خرجوها الولاد. صبح لي 2 3 3 في 2 أس أن، واش يبقى لي هنا؟ شوف راني قلعت ذا كامل، واش يبقى؟ غير هذا هو 2 ناقص، نحكم هذا كامل نحيه، نحو هذا في بلاصتو، ما يبقاش صفر، بقى لنا 1. شوف ولادي، هاي بانت. إذا هذا وهذا نحيته مع المشترك، بقى لي 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 شحال؟ 2 ناقص 1 تعرفوا هي 1، ما خرجت النهار. صح، الثلاثة كيف داير في الرياضيات؟ إشارته موجبة، واثنين أس أن مهما كان موجبة، سما الفرق هذا كيف داير؟ موجب تماما. هانا لحقنا، إي أن زائد واحد ناقص إي أن موجبة تماما، إي أن هاي خرجت موجبة تماما، نقول ومنه واش إي أن متزايدة تماما على مجموعة الأعداد الطبيعية. أشفوا عليها مليح كيفاش ندرس اتجاه التغير. هذه هي القاعدة تاعو، ندرسوا إشارة الفرق، صبناها بلس متزايدة، صبناها موان متناقصة. بعدها الولاد بعد ما كملنا من هذه قال لي احسب قيمة الحد الخامس للمتتالية. خلاص هنايا رانا صايبين، قلنا الأساس شحال لقيناه 2، والحد الأول عطاوه هنا هو 3، وعبارة الحد العام ها هي هنا. قال لي دركا بعد ما أنهينا من هذا السؤال، حابكم تركزوا معايا شوية، خلاص نجو الآن إلى السؤال الذي بعده، إذا نحتاج عبارة الحد العام، قال لي احسب قيمة الحد، حساب قيمة الحد الخامس. نوصيك، شكون اللي يقول لي الحد الخامس وشنو هو؟ تبعوا معايا، هنايا لما صبنا ان شحال يساوي؟ شوفوا معايا مليح، صبنا ان يساوي لنا 5، الرتبة تاعو شحال جات؟ هيا قولوا لي ذكروني، أنا شحال لقيت الرتبة تاعو؟ كاينها 6، وهو راه يقول سما هو الرتبة تاعو هي السادسة، ان قال لي احسب قيمة الحد الخامس، شكون اللي يقول لي هل هو اي 5؟ لا، هو اي 4. إذا الحد الخامس هو إي 4 ويساوي 3 في 2 أس 4. علاه أستاذ؟ هنروحو نجربو قدام إي 0 إي 1 إي 2 إي 3 إي 4، 1 زوج 3 4 5. سما الحد الخامس هو شكون؟ هو إي 4. نجي لهنا نعوض ب 4 وهنا ب 4، هذه تعطيني 16 في 3 تعطيني 48، إذا إي 4 هاي القيمة تاعو هي 48. شفتوا على ذا العفايس حتى حجمت خليت روحكم. صح ولادي، كملنا مع هذا خلاص. نجي الآن إلى سادسة، من أجل كل عدد طبيعي الآن لدينا أس أن يساوي، قال لي بين أن، عطونا أس البرهان أن من أجل كل عدد طبيعي أن واش؟ أن أس أن يساوي لنا 3 في 2 أس أن زائد 1 ناقص 1. شوفوا معايا ولادي وركزوا، حاجة بسيطة. إذا أصبح أن عندنا أس أن يساوي، ما طبيعة المتتالية إذا؟ هندسية، هاي ليكم، سما راح نطبق مجموع متتابع لمتتالية هندسية، واللي ما يحفظش هذه القوانين العام الجاي في البكالوريا راه يدفع الثمن غالي 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 كيما راهم بعض الطلبة. إذا ماذا يساوي مجموع المتتالية الهندسية؟ يساوي لنا الحد الأول للمجموع كقانون حفظه في الأساس أس عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد. حبوا ولادي القانون شفوا عليه مليح مليح، وكاين في بعض الكتب تسيبوه واحد ناقص الأساس أس عدد الحدود على واحد ناقص الأساس، كلاهما يعني ضرب والبسط والمقام في ناقص واحد فقط. صبح لنا أس أن يساوي
الحد الاول للمجموع. ها الحد الاول هو اي صفر. اي صفر شحال قيمته؟ 3 في الاساس هو 2. عدد الحدود نوصيكم ونعاود نوصيكم كيف ينحسب. دليل، هذا يسموه الدليل، هذا دليل النهايه ناقص البدايه زائد 1 صداقه، لازم تحاول تزيدوه. دليل النهايه شحال؟ ان وناقص له صفر. اي عدد ناقص له صفر شحال يبقى؟ هو نفسه. اذا ان ناقص صفر هو ان، ونزيد له 1 يولي لي ان زائد 1. دليل النهايه ان ناقص صفر زائد 1 نزيد 1. ان ناقص صفر هو ان، ونزيد له 1 يبدا ان زائد 1. ناقص 1 على 2 ناقص 1 على الاساس ناقص 1 على الاساس. شوفوا الذي اصبح لنا اس ان يساوي اثليت لنا 3 في 2 اس ان زائد 1 ناقص 1. شوفوا هنا ان تحت الشعر يعطيكم 1، لكن لو واحد فيكم يكتب هذه الكتبه في الامتحان يدي صفر. عليه اذا نزع خط الكسر تحاضروا الاقواس. هذه الملاحظه اسوحكم فيها. اي هنا غير تنحي خط الكسر ويكون عدد هنا لازم ديروا الاقواس، والا الكتابه تاعك غالطه، اصبح هذا العدد مضروب غير في هذا وهذه ماكش منها. خلاص شوفوا عليها مليح. هل وصلنا؟ هنا وصلنا، وصلنا كيما طلب ربي. وين تنوصلوا؟ لازم ما ننساوش الاقواس. صح. بعدها جاء سؤال اخير، قال لي عين قيمه العدد الطبيعي ان حيث تعين ان حيث اس ان يساوي لنا 381. وزاد لنا هذه الملاحظه بالك راح تساعدنا. صح. واش ندير؟ شوفوا لهذه كيما قبيله، كيما جا هنا بين ان العدد اش درنا؟ درنا اي ان تساوي العدد. هنا ثاني كي نجيبو هذه نحطها هنا، شنو تصبح لكم؟ اصبح لنا 3 في 2 اس ان زائد 1 ناقص 1 يساوي لنا 381. هاي ركزوا، نقسم منا على 3 ومنا على 3، هذه هاي راحت، ومنا واش اصبح لنا؟ اصبح لنا 127. حسبوا بالآلة الحاسبة، هنا تسيبوا 127. هاي ليك. ها ننقل ثمن، اصبح لنا 2 اس ان زائد 1 يساوي لنا 128. ما فهمتش يا استاذ، هذا رجعوا هنا اجمعوا 127 زائد 1 128. شوفوا معايا، قال لي 128 تساوي لنا 2 اس 7، يعني هذه نحيها ونكتبها 2 اس ان زائد 1 تساوي لنا 2 اس 7. شفتوا كيفاه؟ سمعنا نقدروا نحو هذا ونديروا يتساوى عددا اذا كان هذا مع هذا متساوي وهذا مع هذا متساوي. شنو تصبح لكم؟ الاس يساوي الاس، اصبح لنا ان زائد 1 يساوي لنا 7. نرجع من يولي لنا ان 7 ناقص 1 ان يساوي لنا 6. هاي قيمه العدد الطبيعي شكون؟ ان. يعني اي، يعني نقدر لو حبيت نزيد نفسر له اكثر تدلو اي شحال لقينا ان؟ 6. نجيبو نحطو هنا، صبح لي اس 6 يساوي لنا 381. يا شاطرين، نحبكم ولادي اللي كملتوا الفيديو وفهمتوه، واللي حب يزيد يتمتع يكتب المتتالية في السنة الثانية ثانوي استاذ نودير رقم، يخرج لك رقم 1 2 3 4 5 يفوتوا 20، ابروفيتو فيهم باش تتعلموا متتاليات، لان العام الجاي يطيح عليهم تمرين 40 قط في كل موضوع لجميع الشعب كيما راهم، الشعب الخمسة كاع يطيح لهم هذا الشيء. في الاخر ولادي بناتي لا تنسوا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة. سلام.